اولا قلت قلت لا كونسول لا برودكسيون دونك كاين انتاج دونك كيستوردوا بزاف. كاين ثاني كذلك كان المشكل ديال كما قلت قبيله ديال الناس اللي كيخدموا هذه. عاد دابا ولا عندنا واحد لا فورماسيون اللي كتكون هاد الناس واللي بالاخص كتدفعهم باش يكونوا مقاولين ما يبقاوش غير ارتيزون باش يمكنوا يطور الحرفه ديالو بطريقه عصريه اللي كتستجيب للعصر. لان الاكثريه ديال الناس دابا اللي كيخدموا في الخشب كيخصهم واحد النوع جيد، خصهم واحد الخدمه تكون مزيانه. هذا هو متقونه، هذا هو اللي كاين دابا والحمد لله. دابا كبدينا كنشوفوا كاين طلبه اللي تخرجوا من المعهد ومن المعاهد اللي كيتعطاو لها الشهاده وكيخدموا فيه مزيان. في المغرب عندنا بالاخص عندنا الارز هو اللي كيستعمل بزاف بالاخص في المساجد، وهذه السياسه ديال الدوله اللي سيدنا الله ينصره باقي شاد فيها لكي يعطي الاهميه للموارد الوطنيه. كاين كذلك العرعار اللي معروف في العالم كله لانه قليل في الاكثر كاين في المغرب اللي كنستعملوه. كاين كذلك القرقاع اللي كيستعملوه بعض الناس سواء في البناء ولا في مواد اخرى كتستعمل في المنازل. هادو هما اللي كاينين اكثر في المغرب. السكان المجاورين للغابات عندهم حق الانتفاع، ولكن هذاك الانتفاع ما خصوش يضر بالامكانيه ديال داك الشيء اللي كتعطي الغابه ديال الثروه. ولكن المشكل اللي عندنا حنايا سيكو اكسيوالمون هذاك الشيء اللي كياخذوا الناس كيزيد على كثير بالنسبه للطاقه الانتاجيه ديال الغابات. فمثلا الا خدينا خشب الوقود الناس كيستعملوا 4 المرات داك الشيء اللي كيمكن الغابه تعطي. عندنا الرعي المفرط اللي كيخور ما كيمكنش الاشجار باش يمكن لها تكون عندها نمو مزيان. كاين كذلك المشكل ديال الحرائق، كاين كذلك المشكل ديال سكون لي بارازيت اللي دابا مع هاد لي شونجمون كليماتيك ولاو بزاف ولاو بزاف كيوقعوا بزاف المشاكل في هذا الدومين هذا.